السلام عليكم. توفيه في الايام القليله القادمه زياره للرئيس عبد المجيد تبون الى الصين، وحنا نعرف بان زياره الى الصين هي اهم بالنسبه للاقتصاد الجزائري، هي اهم من زياره اللي قام بها الى روسيا، حيث انه فيه ملفات ثقيله سوف يعني توضع على الطاوله اثناء الزياره هذه تاع عبد المجيد تبون الى الصين، ومنها ثلاث ملفات ثقيله جدا بالنسبه للاقتصاد الجزائري، وهي اولا يعني اولويه الاولويات هي طريق الحرير وميناء الحمدانيه، ثم فيه الملف الثاني هو ملف المشروع تاع المتكامل لاستغلال الفوسفات بالشرق الجزائري، وكذلك الشطر يعني الملف الثالث هو توسيع الشراكه في ميدان استغلال منجم دار جبيلات تاع الحديد، وكذلك في صناعات تاع التحويليه للحاد للفولاذ الى منتوجات اخرى. اذا فيه مشاريع كبيره جدا، وهذه هي الملفات الثلاثه القويه، وكذلك ملف رابع اقل قوه هو قضيه تصدير كميات هائله من الغاز باتجاه الصين. إضافة إلى ذلك، دراسة ملف انضمام الجزائر إلى منظمة البريكس، والملف الأخير يعني الجديد هو طلب الجزائر للانضمام إلى مجموعة شنغهاي، اللي هي مجموعة اقتصادية كذلك، واللي تضم عدة دول آسيوية، وكذلك تضم روسيا والهند وماليزيا وعدة دول. إذن هذه هي الملفات التي سوف توضع على الطاولة في هذا إذن الزيارة الهامة جدا. إذن أترككم تتابعون هذا الفيديو الكامل والشامل الذي تم إنتاجه من طرف قناة الجزائر الدولية حول موضوع العلاقات مع الصين والزيارة المرتقبة. إذن أترككم تتابعون، والسلام عليكم. بين الجزائر والصين علاقة تاريخية متجذرة أضحت استراتيجية وشراكة متعددة الأبعاد يتسع حيزها وتتزايد وتيرتها في السنوات الأخيرة. على المستوى التاريخي أذكر أن الصين والجزائر أقامتا علاقات دبلوماسية رسمية قبل استقلال الجزائر، فنحن حقا بلدان أخوان وتربطنا صداقة التضحية والكفاح. العلاقة بين الجزائر والصين علاقة تاريخية عميقة متجذرة، وهي صداقة تقليدية كما يصفها الأصدقاء الصينيين، وكانت الصين أيضا من الدول الأولى التي اعترفت بالجمهورية الجزائرية بعد استعادتها لسيادتها. بمطلع الألفية أعتقد بأن البلدان توجها نحو أفق أخرى عمقت العلاقة التقليدية الموجودة بين البلدين. رغبة مشتركة ملحة لدى الجزائر وبكين لتعزيز التعاون والشراكة توجت بالتوقيع على الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل 2022-2026. الجزائر هي البلد العربي الأول الذي أقام اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع الصين. ومنذ التوقيع على الخطة تشهد الجزائر إقبالا متضاعفا للاستثمارات الصينية، لا سيما في مجال الطاقة والمناجم، انبثقت عنها مشاريع عملاقة بطموحات اقتصادية واعدة، منجم غرج بلاد غربي الجزائر، مشروع تطوير الفوسفات المدمج بتبسة شرقي البلاد، مشروع تثمين منجم غرج بلاد، مشروع قيد التطوير بين البلدين لإنتاج شركتين مختلطتين لمعالجة الحديد بقدرة مليون طن سنويا. يترخص هذا المشروع في مرحلتين، المرحلة الأولى النموذجية تمتد على 3 سنوات 2022-2025، والمرحلة الثانية هي مرحلة الصناعية تمتد على فترة 15 سنة.
المشروع المدمج للفوسفات بالشراكة بين شركة أصميدال والمجمع الوطني للإنتاج والاستغلال المنجمي شركة سونارام من جهة وشركة الشركات الصينية يوهان ويونان. الطاقة تأخذ بدورها نصيبا من الشراكة من خلال التوقيع على عدد من عقود التعاون بين مجموعة سوناطراك الجزائرية وسينوباك الصينية. أهم شريك صيني لسوناطراك في هذا المجال هو شركة سينوباك الصينية التي وقعت في شهر ماي 2022 العقد لاستغلال حوض زرزيطين مع مجمع سوناطراك، وستسمع هذه الاتفاقيات ومذاكرتها في موقع بين الشركتين بإنجاز استثمارات تقارب 490 مليون دولار أمريكي بين الشركتين، كما ستسمح باسترجاع ما يقارب 95 مليون برميل من النفط. العام 2018 شكل منعطفا في تاريخ العلاقات الجزائرية الصينية. الجزائر تنضم رسميا إلى مبادرة الحزام والطريق، مشروع صيني استراتيجي ترى من خلاله بكين الجزائر بوابة حقيقية نحو العمق الإفريقي. تعمق الأمر سنة 2017 حين التحقت الجزائر أو انضمت بشكل رسمي لمبادرة الحزام والطريق. أنت تتعامل مع صديق موثوق، صديق يحترمك كدولة لديها أيضا قدراتها ومكانتها في المنطقة، ويرى فيك ليس فقط يعني فرصة اقتصادية للشركات الصينية، إنما أيضا مدخلا وربما بوابة أساسية لكل المنطقة وخاصة للقارة الأفريقية. سنة 2023 تمثل الذكرى 67 لإقامة علاقات بين بلدينا، ونحن ندخل مرحلة جديدة، وعبر كل مجهوداتنا نريد أن نحول كل الإمكانات إلى ثمار وفيرة، كما نريد أن نفتح صفحة جديدة وآفاقا جديدة للأجيال القادمة. بعمق تاريخي ونظرة طموحة لعلاقات مستقبلية واعدة، تمضي الجزائر وبكين نحو بناء تفاهمات جيوسياسية تواكب التطورات العالمية الحاصلة. فضاء بريكس يفتح اليوم أبوابه واسعة أمام انضمام الجزائر بدعم صيني صريح. على المستوى الاستراتيجي، الصين والجزائر تعملان سويا على إقامة نظام دولي جديد أكثر عدلا وأكثر توازنا. القيادة الصينية على لسان عديد أوجهها كانت قد قالت بأن بكين تساند بشكل كامل انضمام الجزائر إلى منظمة البريكس. بنك هذه المنظمة أيضا يقدم يعني قروضا واستثمارات كبيرة جدا من دون مشروطيات سياسية على خلاف أطراف أخرى. بخطى ثابتة تتجه العلاقات الجزائرية الصينية نحو روابط أعمق. وما المؤشرات التصاعدية لحجم التبادلات بين البلدين إلا دليل آخر على الرغبة المشتركة لقيادتي الجزائر والصين في استغلال كافة فرص تكثيف التعاون وترقيته.